الراديو 90 90 هواها مصري. جدول الثانوية العامة نزل خلاص يوم السبت 8/6/2019، لغة عربية وتربية دينية. يوم الاثنين 10/6 اقتصاد وإحصاء. يوم الأربعاء 12/6 لغة أجنبية أولى. يوم السبت 15/6 رياضيات استاتيكا تحديدا. يوم الاثنين 17/6 أحياء وديناميكا وفلسفة ومنطق. يوم السبت 22/6 فيزياء وتاريخ. يوم الأربعاء 26/6 كيمياء وجغرافيا. يوم السبت 29/6 جيولوجيا وتفاضل وتكامل وعلم نفس واجتماع. يوم الاثنين اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية. ويوم الأربع هيكون آخر يوم جبر وهندسة فراغية. ده امتحانات الثانوية العامة اللي هتبتدي يوم 8/6 إن شاء الله وهتخلص 3/7. بالتوفيق لكل طلبة الثانوية العامة.